السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن علم سلوك الحيوان أو الإثولوجيا. علم سلوك الحيوان هو الدراسة العلمية والموضوعية للسلوك الحيواني، عادة مع التركيز على السلوك في ظل الظروف الطبيعية وسلوك المشاهدة كالسمات التكيفية والتطورية. السلوكية هي مصطلح يصف أيضا الدراسة العلمية والموضوعية للسلوك الحيواني، عادة يشير إلى الاستجابات المقاسة للمنبهات أو الاستجابات السلوكية المدربة في سياق المختبر دون تركيز خاص على التكيف التطوري. تعتبر ثلاثينيات القرن العشرين بداية الانضباط الحديث في علم السلوك بشكل عام من خلال أعمال عالم الأحياء الهولندي نيكولاس وعلماء الأحياء النمساويين كونراد لورنس وكارل فون فريش الحائزان على جائزة نوبل لعام 1973 ميلادي في الفيزيولوجيا أو الطب. علم سلوك الحيوان هو مزيج من العلوم المخبرية والميدانية مع وجود علاقة قوية لبعض التخصصات الأخرى مثل التشريح العصبي وعلم البيئة وعلم الأحياء التطوري. يهتم علماء سلوك الحيوان عادة بالعملية السلوكية لحيوان ما بحد ذاته عوضا عن التركيز على مجموعة معينة من الحيوانات. الإيثولوجيا مجال سريع النمو منذ فجر القرن الحادي والعشرين، تمت إعادة فحص العديد من جوانب التواصل الحيواني كالثقافة والتعلم والحياة الجنسية التي اعتقد المجتمع العلمي منذ فترة طويلة جدا أنها مفهومة، وتم التوصل إلى استنتاجات جديدة أدت إلى تطوير حقول أخرى من العلوم مثل علم الأعصاب. ويمكن أن يكون فهم السلوكيات أو السلوك الحيواني مهما في تدريب الحيوانات بالنظر إلى السلوكيات الطبيعة لمختلف الأنواع أو السلالات. يمكن لمدرب اختيار الأفراد الأكثر ملائمة لأداء المهمات المطلوبة، كما أنها تمكن المدرب من تشجيع أداء السلوكيات الطبيعية وكذلك وقف السلوكيات غير المرغوب فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الطالب محمد سعيد بإشراف الأستاذ مالك مليباري.